الدكتور موسى شتاوي، وهو أكاديمي معروف ورئيس سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وصديق على المستوى الشخصي وشريك في معظم أنشطة مركز القدس الأساسية. الدكتور موسى شتاوي سيتولى كما قلنا تقديم هذه الجلسة وإدارتها، وسيتحدث فيها 4 من الباحثين والأكاديميين المختصين في هذا المجال. كلنا استماع دكتور موسى، تفضل. شكرا جزيلا أخ قريب، وشكرا جزيلا على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام وفي هذه الجلسة حقيقة أيضا المهمة، والتي بعتقد لازم هالقد هيك عشان اوكي ونعتقد ونتأمل انه نخرج بخلاصات يعني من هذه الجلسة. انا لن اطيل في التقديم، لكن لابد من مداخلة بسيطة بيقول انه يعني العلاقة الاردن بدول الخليج بشكل عام والسعودية والامارات وقطر والكويت دون ان نحدد، يعني حقيقة هي علاقة تاريخية وعلاقة اخوية، يعني ممتدة منذ عشرات السنين. وكلنا بنعرف انه الاردن لم يبخل يعني في بدايات تكون هذه الدول في مد يد العون والمساعدة الكادر البشري والمساهمة في بناء يعني بعض هذه الدول يعني الشقيقة والصديقة، ولكن ايضا الخليج بمجمله وتحديدا السعودية والامارات والكويت، و لم تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة والإسناد الاقتصادي والمالي والسياسي للأردن طول هذه الفترة الممتدة من العلاقات. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك في فترة معينة أي نوع من الخلافات أو الاختلافات بوجهات النظر، لكن حقيقة أنه المنظور السائد في تلك الفترة أو البارادايم السائد في تلك الفترة كان يسمح بمعالجة هذه التباينات والاختلافات ضمن قنوات الدبلوماسية، حتى أحيانا كثير من الناس لا يعرفوا عن هذه التباينات وهذه الاختلافات. أيضا كلنا نعرف أن الأردن كانت ضمن منظومة الاعتدال العربي والحلف العربي في فترة الحرب الباردة، وطبعا التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة. أيضا كمان يعني الوجود يعني هذا التحالف ووجود هذا الدعم يعني من الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الحلف كمان كان عامل أساسي في بلورة وتركيز يعني العلاقات بين هذه الدول. لكن في الحقيقة أنه المنطقة العربية في الفترة الماضية في يعني 10 سنوات 15 سنة الماضية شهدت تحولات كبيرة في البيئة السياسية والاستراتيجية، وخاصة أنا بعتقد بدايتها كانت مع نهاية الحرب الباردة وانتهاء مسألة الأحلاف الدولية وهيمنة القطب الواحد أو سياسة القطب الواحد على العالم سياسياً. وأنا بعتقد أن هذه التحولات كان لها أثر كبير على العلاقات ليس فقط بين الأردن ودول الخليج، وإنما أيضا على العلاقات العربية بشكل عام والعلاقات الخليجية أيضا بسبب يعني هذه التحولات التي سوف أذكر بعضها بسرعة دون أن أعرج على أثرها على هذه العلاقات. طبعا الربيع العربي والنتائج المترتبة عليه والتباين حول نتائجه وكيفية التعامل مع الأطراف فيه ضمن المعادلات الإقليمية والدولية، الصراعات والنزاعات الداخلية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وظهور تنظيمات الإرهابية ودخول أطراف إقليمية ودولية على خط هذه الصراعات، تراجع الدور الأمريكي في المنطقة والتحول الاستراتيجي في السياسة الأمريكية والتي أعلن عنها أوباما في نهاية فترة رئاسته الثانية التي حددت أولويات الاستراتيجية في جنوب غرب آسيا، وتعاظم دور الدول الإقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل في القضايا العربية.
ايضا التحول السياسي الامريكي نحو القضية الفلسطينية في زمن ترامب، والتراجع عن الموقف الامريكي الداعم لحل الدولتين تاريخيا، وتبني موقف اليمين الاسرائيلي المتطرف، ومحاولة فرض صفقة القرن على المنطقة، والإجراءات التي اتخذها في عهده، وخاصة نقل السفارة الأمريكية للقدس وغيرها من الإجراءات. أيضا لا نستطيع أن نستثني تأثير الخلاف الخليجي الخليجي الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين بعض دول الخليج والدول العربية ومنها الأردن. وأخيرا لابد أن أشير إلى التحولات الداخلية في بعض دول الخليج وتزايد اهتمامها وانتباهها للتحديات الاقتصادية الداخلية والبناء الداخلي لتلك الدول أو إعادة ترتيب الأولويات. حيث أنا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، كنا ننتظر بشوق يعني نستمع من الزملاء والزميلة العزيزة في تحليلهم لهذا الواقع ومحاولة تفسير الموضوعي للعلاقات، ولكن بالنسبة لي قد يكون أيضا مهم هو النظرة المستقبلية، كيف يمكن يعني من خلال يعني هذا التشخيص وهذا التحليل أن نمضي قدما يعني في العلاقات الأردنية الخليجية، لأنه كلنا بنعرف مهما كانت الظروف ومهما كانت التباينات والاختلافات فالعلاقة لابد أن تكون في علاقات متينة على أسس ثابتة، وحقيقة لازم أقول أنه أيضا على أسس جديدة يعني التي نتمنى أن يكون الواقع قد أفرزها. بيسعدني وبشرفني اليوم أن يكون معنا نخبة من الزملاء والزميلة لهذا الحديث حول هذا الموضوع. على اليمين سعادة الدكتور خالد باطرفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك فيصل. جامعة الفيصل. أنت نبهتني قبل الجلسة ولكن لم أنتبه. وأيضا على يمينه الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وأيضا على أقصى اليمين الدكتور سيباستيان صن، باحث في مركز البحوث التطبيقية كابرو، وهو عمل مستشارا للبرنامج الإقليمي التعاون مع المانحين العرب، مدير قسم الأبحاث ورئيس تحرير مجلة أورينت التابعة لمعهد الشرق الألماني وأشياء أخرى. وأخيرا وليس آخرا وعلى يساري سعادة الدكتورة والصديقة والزميلة ابتسام الكتبي، وهي مديرة مركز الإمارات للسياسات، وأخالها أن تكون المرأة الوحيدة لمديرة مركز دراسات في العالم العربي بهذه السوية السياسية. فأنا سعيد بمشاركتكم جميعا، ونبدأ الجلسة مع سعادة الدكتور خالد باطر في أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيصل. أهلا وسهلا. تفضل. بس إذا سمحت لي قبل أن نبدأ الحديث أرجو أن التزام ب15 دقيقة والتزام أيضا بموضوع الجلسة. شكرا. السلام عليكم. عن مأوية العلاقات السعودية الأردنية أحدثكم اليوم، وأقول ثلاثة لا يختارهم المرء: دمه، لونه، مسقط رأسه. فأهله قدر، وجسده قدر، ومنزله قدر. وثلاثة يختارهم: ما يملأ به عقله وروحه وفمه، وبناء على اختياراته يشارك في تشكيل قبيله ومكانه ومصيره. فالشراكة قرار، وموقعك في الكون قرار، ودورك في صياغة مستقبلك قرار. والأردن لم يختر ما ولد عليه، لم يستشر في جغرافيته ولا جيرانه ولا استدامة موارده، لكنه طوق سرعان ما كبر عليه، فامتطى مراكب السياسة، فصال وجال، وتمرد على رعاته ولم يخسرهم، وصالح وخاصم وبنى تحالفات جديدة وشق دروبا مستجدة، فكسب وخسر ولكنه صمد واستمر.
لم يكن من السهل أبداً على دولة ولدت بين كبار يتفقون ويختلفون، يسالمون ويحاربون، يتنازعون وقوفها مع هذا الطرف أو ذاك. الحياد عندهم مرفوض، والانحياز إلى الخصم عداء. فلا هي كسويسرا محمية بأسوار التاريخ والجغرافيا وينابيع الموارد الذاتية من نزاعات جيرانها، ولا هي كنيوزيلندا أو سنغافورة أو تايوان على مقاعد المتفرجين. فقدر الأردن الجيوسياسي أنها تقف في منتصف الملعب وتعيش في قلب الحدث، وعليها أن تختار موقعها بين المتنافسين. المملكة الأردنية الهاشمية يحمل هويتها اسمها، فهي معبر الأردن بين أربعة قوى: السعودية، العراق، سوريا وإسرائيل. وهي ضفة نهر فصلتها عملية فصل توائم قسرية عن الضفة الأخرى، ولكل ضفة مكوناتها المكانية والسكانية والثقافية، وعلى كل ضفة تشكلت قوى حاكمة متنازعة اقتربت وابتعدت في لعبة شد حبل سياسية تجاوز عمرها نصف قرن. فلا هي تلاقت ولا هي أعلنت الطلاق. مملكة هي واحدة من بقية ممالك العرب، ذهبت ممالك حليفة واحدة بعد الأخرى إلى براثن الجيوش عبر الانقلابات العسكرية. فمملكة هاشمية في الشام لم تدم طويلا، وأخرى عظيمة في العراق نخرتها الاغتيالات وأنهتها ثورة دموية، وسقطت قبلها مملكة مصر والسودان، وتبعتها ممالك شمال إفريقيا من تونس إلى ليبيا، ثم لحقتها اليمن، ولم يبقى من الممالك القرشية إلا مملكة المغرب. تغيرت خارطة التحالفات تبعا لذلك، فالحكم الملكي قائم على عقد مجتمعي بين الأب الراعي والرعية الموالية، عمادها الأمان والاستقرار وتوارث السلطة. وعليه فإن الدولة الرعوية الأبوية لا يمكن أن تتلاقى مع الأنظمة الثورية العسكرية التي قامت على تنازع السلطة ولعبة الكراسي الموسيقية، ولا صوت فيها يعلو فوق صوت المعركة. مالت الأردن بحكمة إلى الأنظمة المحافظة وحلفائها الغربيين، ونأت بنفسها عن رعاة الثوريين في المعسكر الشرقي طوال الحرب الباردة، وإن وقعت مرة واحدة في زلة الانضمام إلى القوميين العرب في الوقت الخطأ فخسرت الضفة والقدس، وعادت بعدها إلى معسكرها الآمن مع موازنة دبلوماسية راشدة لعلاقاتها مع المعسكرات الأخرى. ثم تكرر الميل مع المعسكر الثوري خلال حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت، وتأثرت حبال الود والثقة مع المعسكر الملكي والداعم الغربي نتيجة لذلك. إلا أن الحكمة غلبت في نهاية المطاف، وعادت الأواصر الملكية إلى سابق عهدها، واستمر التوافق على الخصم المشترك والحليف المشترك ولا يزال. صفقة القرن. إلا أن العلاقات بين الدول كالعلاقات الأسرية لا تخلو من التفاوت في الرؤى نتيجة للتفاوت في المصالح. فالمقاربة مع الحليف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية مثلا تأرجحت بين العرب، بين من أصر على تنفيذ المبادرة من بادرة السلام العربية المعلنة في بيروت 2002 أولا، ومن تجاوب منهم مع رؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتطبيع أولا ضمن صفقة شاملة سميت بصفقة القرن. وفي هذه توافقت المواقف السعودية الأردنية على رفض الصفقة التي ستحرم الضفة والقدس من الرعاية الهاشمية، وتعطي الفلسطينيين دويلة مجزأة محاصرة مسلوبة السيادة غير قابلة للحياة والاستدامة، وتعطي للإسرائيليين المزيد من الأراضي المحتلة لتصبح غير قابلة للتفاوض والاسترجاع. مأوية العلاقات السعودية الأردنية.
العلاقات السعودية الأردنية تعود بجذورها إلى مطلع القرن الماضي، عندما دعمت حكومة الملك عبد العزيز آل سعود قيام الأردن وقدمت لها إطلالة على البحر الأحمر بتنازلها عن مدينتي العقبة ومعان عام 1925، ثم بتبادل أراضي شاسعة بين البلدين مساحتها بلغت 13,000 كيلومتر مربع في اتفاقية حدودية وقعت عام 1965. وكانت العلاقات قد وصلت أوجها بعد تولي الملك حسين بن طلال عرش الأردن عام 1952 في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية. وكان للجيش السعودي حضوره في الحروب التي خاضها الأردن بعد نكسة 1967، كما ساهمت الدبلوماسية السعودية في خروج البلاد من مآزق أمنية كأيلول الأسود واقتصادية كجائحة كورونا. وفي المقابل وقف الأردن بصلابة مع الجارة الشقيقة في كافة المحافل العربية والدولية، وتعاون مع أجهزتها الأمنية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال. الترابط الشعبي. ولعل السند الأقوى والأدوم لهذه العلاقات يكمن في الترابط العرقي والديني والثقافي بين الشعبين. فوفقاً لاستطلاع الرأي العالمي الذي أجرته مؤسسة بيو عام 2013، أعرب 88% من الأردنيين عن وجهة نظر إيجابية تجاه المملكة العربية السعودية، بينما أعرب 11% فقط عن رأي غير مؤيد. وهذا الرأي الإيجابي هو الأكثر تفضيلاً للسعودية في الشرق الأوسط. ويشار هنا إلى أن تعداد الجالية الأردنية المقيمة في الأراضي السعودية بلغ نحو 400,000 مواطن أردني من أصل 750,000 مغترب في العالم، كما أن الأردن من البلدان المفضلة للسياح والطلاب والتجار والمستثمرين السعوديين. الاستثمارات المليارية. حسب السفير السعودي في عمان نايف بن بدر السديري، نشرته وكالة بترا بتاريخ 7/2/2021، تتصدر السعودية موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن بنحو 13 مليار دولار، معرباً عن أمله في تجاوز هذا الرقم لتصبح المملكة أكبر الدول المستثمرة في الأردن. وأوضح السفير أنه بحسب تقارير الهيئة السعودية العامة للاستثمار، تعد السعودية من أكبر 3 مستثمرين في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة في البلدين الشقيقين لمشروع الربط الكهربائي العملاق، كما دشنت في 2017 مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمار السعودي من خلال إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز ولقائه بأخيه الملك عبد الله الثاني برأس مال بلغ 3 مليارات دولار. يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 90% منها، وتوزع 16 بنكاً أردنياً ملكية 10% من رأس المال. يستهدف الصندوق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والترفيه والتجارة، كمشروع الرعاية الصحية باستثمار 400 مليون دولار لبناء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية وجامعة طبية بسعة 600 مقعد بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي. وحول التعاون التجاري بين البلدين، بين السفير أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، فحجم تجارة البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، كما أن ميزة تجاور البلدين الشقيقين ووجود عدة منافذ حدودية بينهما تعتبر عاملاً كبيراً في توسيع التجارة البينية، مما يتطلب منح تسهيلات أكبر وتعاملات خاصة تسهم في انسيابية التبادل التجاري وتصب في مصلحة البلدين الشقيقين. وأضاف أن التبادل التجاري بين السعودية والأردن على العكس من الدول الأخرى لم يتأثر بالجائحة، بل ازداد بحسب الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وهذا أمر يدل على التنسيق الدائم عالي المستوى بين البلدين
في اتخاذ التدابير التي سهلت من انسيابية السلع، مما ساهم في تخفيف أثر الجائحة على التبادل التجاري بينهما. وأختتم بالتأكيد على أن العلاقات السعودية والأردنية قدر جمع الأشقاء في منطقة تلاق وتحالف وتعاون منذ العام 1925، ونحن نقترب من الذكرى المئوية لهذه العلاقات نستذكر دوما أن ما جمع البلدين على طريق التنمية والشراكة والتكاتف كان دوما أكبر وأعظم من كل التحديات والمنعطفات على الطريق القدري الطويل. والمملكة الأردنية الهاشمية عضو بارز وفاعل ومبادر في مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى لتحقيقه رؤية السعودية 2030 ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومشروع نيوم الكبير والتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والمركز العالمي لمكافحة التطرف المعتدل اعتدال. كما يشارك البلدان في كافة المنظمات العربية والإسلامية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وتعتبر الأردن شريك أساسي لمجلس التعاون الخليجي. ومن حيث أقف أيها السيدات والسادة، أرى مستقبلا أجمل وأكمل وأشمل وأكثر نفعا وجدوى للعلاقات السعودية الأردنية، ترعاها قيادات ناضجة وتؤيدها شعوب متراصة وتضمنها مصالح متجددة وواعدة. وفي الذكرى المئوية عام 1925 سنحتفل معا من هذا المكان بإذن الله بما تحقق وما ينشك أن يتحقق. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور خالد على هذا العرض الموجز ولكن المكثف يعني للعلاقات الأردنية السعودية، وأيضا الشكر للالتزام بالوقت. وأنت ذكرت يعني حقيقة بشكل موثق عمق العلاقات الأردنية السعودية على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وأيضا المصير المشترك والنظرة الذي نشاركك بها يعني المتفائلة بالنسبة للمستقبل إن شاء الله. وأيضا أنت ذكرت المحددات التي تؤثر على مواقف السياسة الأردنية، وهذا بعتقد يعني نقطة مهمة نشير إلها، أنه يعني في محددات سواء كان في الجيوغرافيا الاستراتيجية أو في ما يرتبط في المصالح الداخلية أحيانا. وشكرا جزيلا على مداخلتك. الآن مداخل الثاني للدكتور علي الهيل، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر وكاتب ومحلل سياسي أيضا وعضو الهيئة الوطنية للإعلام في قطر في العام 2018. تفضل مشكورا. غني عن القول، لو سمحت المايك لو سمحت. غني عن القول إن العلاقات القطرية الأردنية علاقات متميزة واستراتيجية، ليس منذ اليوم وليس منذ الأمس، وإنما منذ منتصف الخمسينات عندما تولى مقاليد الحكم في دولة قطر الشيخ علي بن عبد الله الثاني يرحمه الله. بدأ التعاون الأردني القطري في المجالات التعليمية والشرطية والعسكرية والمجالات الأخرى المرتبطة بالمجالات التعليمية والشرطية والعسكرية، كما أن زميلي الدكتور خالد بطرفي ذكر عن التعاون أو الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وبالدرجة نفسها ربما الشراكة الاستراتيجية في المجال التعليمي والشرطي والعسكري والصناعي والزراعي والرياضي مستمر إلى هذا اليوم، وتكتسب ديمومة واستمرارية العلاقات القطرية الأردنية من حرص القيادتين الرشيدتين في كل من دولة قطر
والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن حرص الشعب القطري والشعب الأردني على التواصل والاتصال دائما. لدى القطريين استثمارات ضخمة هنا في المملكة الأردنية الهاشمية، عقارات وشركات واستثمارات كبيرة، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك عبد الله ابن الحسين في زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، التي حرص في هذه الزيارة أن يطلع، وربما هذا الأمر لم يظهر إلى العلن إعلاميا، أن يطلع تميم المجد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ضرورة الانفتاح على سوريا، لأن كلفة النأي عن سوريا والبعد عن سوريا أكبر بكثير من التقارب مع سوريا وإعادتها إلى حاضنتها الطبيعية جامعة الدول العربية والوطن العربي الكبير. إذن الأردن وقطر شريكان استراتيجيان منذ زمن قديم، ولا أريد أن أدخل في الإحصاءات حقيقة، لدي إحصاءات كثيرة، ولكن الإحصاءات أولا جدلية، ثانيا متغيرة، ولكن أستطيع أن أقول في الوقت الحاضر لدينا تعاون كبير بين الأردن ودولة قطر في المجالات التعليمية، في على سبيل المثال التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وفي جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية، ولدينا عدد كبير من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في جامعة قطر وفي بعض جامعات المدينة التعليمية، كما استفادت دولة قطر من الخبرات الأردنية في مجال المونديال الذي سينعقد في نوفمبر إن شاء الله من العام القادم، وأدعوكم جميعا إلى زيارة دولة قطر على حسابي الخاص. بدل الآن أقول لكم هذا الكلام. الله يكرمك. نعم نعم نعم، الكل موافق. نعم، حياكم الله وأهلا وسهلا يا ضيفنا، لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوفة وأنت رب المنزلي. نعم نعم نعم، on the record. نعم on the record. نعم، ودولة قطر ما تزال تستعين بالخبرات الأردنية. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة أشار إليها السيد رئيس الندوة عن قضية مد يد العون ومد يد المساعدة. لا، نحن لا ننظر إلى التعاون القطري الأردني من حيث مادته، وإنما ننظر إلى التعاون القطري الأردني على أنه تعاون متساوٍ، كما يقولون في اللغة الإنجليزية no superiority and no inferiority either، كلنا متساوون في هذا التعاون، نحن نستفيد من الأردن والأردن تستفيد منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا شكرا جزيلا، والوقت أيضا شكرا شكرا جزيلا. أيضا الدكتور يعني علي وثق العلاقات العميقة يعني بين الأردن وقطر بكافة المجالات، لا أريد أن أكرر، ولكن أيضا تأكيد على مبدأ يعني الشراكة والمساواة في العلاقات، أنا بعتقد هذا مبدأ مهم في العلاقات الدولية والخارجية. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا على الدعوة، يعني راح يسجلوا الضيوف إن شاء الله أسماهم، يعني إحنا خارجينهم. شكرا جزيلا، شكرا، أهل كرم سيدي أنت. شكرا شكرا. والآن مع الصديقة الدكتورة ابتسام الكتبي، وكما أسلفت فهي رئيسة مركز الإمارات للسياسات وأستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات، وطلبت مني أن لا أذكر ما تبقى من السيرة الذاتية المختصرة، لكن حقيقة أنه نتوقع من الدكتور وهي القريبة من أيضا صنع القرار يعني في دولة الإمارات أن تعطينا في عجالة قراءتها للعلاقات الأردنية الخليجية. وشكرا، تفضلي ستي. شكرا دكتور موسى، وشكر موصول للأستاذ عريب الرنتاوي مركز القدس للسياسات ومؤسسة كونراد أديناور على هذه الدعوة الكريمة وإصرارهم
على تواجدي بالأردن رغم اعتذاري وطلبي أن أكون على الزوم، فشاكرة ومقدرة لهم ذلك. مداخلتي ستحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، هي وهو كما طلب مني: كيف تقرأ وتستجيب الإمارات لنوافذ الفرص وعناصر التحدي بالنسبة للأردن؟ والسؤال الثاني: هل فعلاً هناك ثمة تباين في أجندة الإمارات والأردن وأولوياتهما؟ والسؤال الثالث: كيف يمكن للبيئة الاستراتيجية الجديدة في المنطقة أن تدفع باتجاه توسيع الفرص لكلا البلدين، وهل حقا أن حدود تحقيق ذلك كثيفة؟ ولمحاولة إثارة النقاش حول هذه الأسئلة، اسمحوا لي بالحديث عن ثلاثة محاور. المحور الأول هو القضية الفلسطينية والأمن الوطني الأردني، والقضية الثانية هي الاقتصاد، والثالثة والأخيرة هي احتواء التهديدات المشتركة. أولاً، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأمن الوطني الأردني، يدرك الجميع أن جزءاً أساسياً من ركائز الأمن الوطني الأردني على علاقة وثيقة بالقضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يمكن القول: أولاً، أن الإمارات والأردن يتوافقان على أهمية وضرورة دعم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، والدعوة إلى وقف الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية والعدائية التي من شأنها وضع مزيد من العقبات أمام استئناف محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقوم على حل الدولتين، حيث ترى الإمارات أنها السبيل الأساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية، تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة. ثانياً، الإمارات والأردن متوافقان على دور الأردن المهم والخاص في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة الإبقاء على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى ومدينة القدس. ولا شك في أن دعم الإمارات ودول الخليج لهذا الدور الأردني المحوري إنما يعزز المكانة الدينية للأردن، أيضاً كما يعزز هوامش المناورة الأردنية في هذا الملف الجدلي والحساس. وبالتالي فإن ثمة دعماً إماراتياً متواصلاً للوصاية الهاشمية في الأقصى والقدس، ودعم الالتزام باتفاقية وادي عربة في هذا الشأن، ومن ثم وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، والحفاظ أيضاً على هويتها. والإمارات تدعم أي خطوة في هذا الاتجاه من منطلق نهجها الداعم للسلام والتعايش. المسألة الثالثة: كان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هو ثاني مسؤول كبير يزور الأردن بعد حرب غزة الرابعة
في مايو الفائت، وذلك بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ولقائه الملك عبد الله الثاني. المسألة الرابعة، باعتقادي أن من المهم دعم الأردن لمسار الاتفاقيات الإبراهيمية من خلال تقليل مخاوفه من انعكاسات الاتفاقيات على أمنه ومصالحه، وذلك عبر الانخراط في الحراك الدبلوماسي الساعي إلى استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وتأكيد دعم الإمارات لحل الدولتين. المسألة الخامسة في هذا الإطار هي حصيلة القول أن نوافذ الفرص بين الإمارات والأردن في هذا السياق المتعلق بالقضية الفلسطينية وأفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي متوافرة. فمسار العلاقات الرسمية مع إسرائيل يتوازى مع مسار تعزيز فرص الوصول إلى حل الدولتين ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع أن يكون أي حل للقضية الفلسطينية على حساب مصالح الأردن العليا وسيادته ومكتسباته الوطنية التاريخية الراسخة. وأعتقد هذا تتفق فيه الإمارات مع الأردن ومصر، وهو مدخل لزيادة مساحات التعاون المشترك وتوسيع دوائر التوافقات والفرص وتحجيم الاختلاف في زوايا النظر والسياسات والإجراءات بينهم. المسألة الأخرى أيضاً الاقتصاد. الإمارات تركز في سياستها الخارجية في حقبة ما بعد كورونا وحقبة التوجه العالمي المتدرج نحو الطاقة النظيفة وتغيير المناخ على زيادة تحسين فرصها الاقتصادية وشركاتها التجارية وقدرتها التنافسية. الأردن يتطلع إلى تعزيز التعاون وزيادة تبادل المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أنماط النقل، مشاريع ربط السكك الحديدية، كما هناك أيضاً على سبيل المثال مصلحة مشتركة خليجية أردنية بعودة انتعاش خط النقل السوري عبر الأردن إلى منطقة الخليج العربي. الأمر الآخر أيضاً في هذا الإطار، الإمارات والأردن هما الدولتان العربيتان اللتان تحدثتا بضرورة التعامل بواقعية مع قانون قيصر الأمريكي بشأن سوريا، وبالتالي الدعوة لإعادة ربط سوريا بعمقها العربي. من مدخل الاقتصاد والدبلوماسية وتقليص هامش التدخل الإقليمي في رسم مستقبل المشهد السوري، أو على الأقل تكثيف الحضور العربي فيه والاستفادة من تجربة العراق ما بعد 2003 حيث ترك العرب الساحة العراقية للقوى الإقليمية الأخرى التي أوغلت فيه نفوذاً على حساب الحضور العربي. أيضاً من المهم استكشاف السبل التي يمكن للأردن فيها الاستفادة مباشرة من الديناميات والفرص التي أوجدتها الاتفاقيات الإبراهيمية، ومن ذلك واحد الدخول في على سبيل المثال في شراكات أو مشاريع استثمارية ثلاثية إماراتية أردنية إسرائيلية، وذلك من خلال الفرص التي يوفرها الصندوق الإبراهيمي وهو بقيمة 3 مليارات دولار.
ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي في الشرق الأوسط كجزء من الاتفاقيات الإبراهيمية. وبرغم التحدي الذي يواجهه الصندوق فيما يتعلق بتعثر المخصصات الأمريكية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وحساسية إدارة بايدن أيضاً مما أقرت إدارة ترامب، فإن احتمالات تخطي هذه العقبات واردة بقوة، مما شأنه أن يدعم مشاريع التعاون الإقليمي وتوسعها. أيضاً رقم 2، إلى أهمية أكبر لدمج المجتمع العربي الفلسطيني الموجود في إسرائيل بالتعاون التجاري والاقتصادي مع دول الخليج. وهنا يمكن للأردن بالتعاون مع الإمارات أن يلعب دوراً في تنفيذ مشاريع في هذا الاتجاه وتطوير المنافع المشتركة. القضية الأخيرة فيما يتعلق باحتواء التهديدات المشتركة. الإمارات والأردن دولتان صغيرتان، وهما أيضاً حليفتان للولايات المتحدة الأمريكية، لا تتحقق مصالحهما الاستراتيجية في المنطقة في غياب استقرار إقليمي، ولذا يشتركان في العمل على تعزيز ثلاثية الاستقرار والاعتدال والتنمية، وكذلك تمكين الدولة الوطنية ومحاربة خطر الجماعات المسلحة ما دون الدولة نون ستيت أكترز. من هذا المنظور فالبلدان على الصفحة نفسها بشأن الانفتاح على العراق وتطوير الشراكات معه في تأييدهما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وإلى الاندماج ثانية في المنطقة، وبالتالي توجه البلدين نحو التكيف مع حقائق البيئة الاستراتيجية الجديدة في المنطقة، وإصرارهما على تبريد الصراعات وتهدئة بؤر التوتر وتخفيض الأزمات وإدارتها وتسريع التعافي من جائحة كوفيد-19. أيضاً الإمارات ترغب والأردن بعلاقات طبيعية مع إيران تقوم على احترام السيادة الوطنية والسعي لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة وتعزيز الاستقرار في الإقليم. ولكن في الحقيقة كلا البلدين الإمارات والأردن أيضاً يعانيان من أدوار الميليشيات والمجموعات العسكرية الموالية لإيران في المنطقة، فهو واضح بالنسبة للخليج في حالة الحوثيين، بالنسبة للأردن في حالة المجموعات العسكرية الموالية لإيران في جنوب سوريا وعلى الحدود الشمالية للأردن. لذلك هناك مصلحة مشتركة أردنية خليجية في إبعاد وإنهاء هذا التهديد من خلال انتهاج سياسة مشتركة تدعم تعزيز أدوار الدولة الوطنية والجيوش النظامية في حفظ الأمن والاستقرار في سوريا والعراق واليمن وأيضاً ليبيا. ما من شأن تحسين فرص الاستقرار الإقليمي وفتح فرص التعاون مع إيران على أرضية مشتركة جديدة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها وإبعاد خطر الميليشيات والجماعات الوكيلة عن مشاريع هيمنة إقليمية. والنقطة الأخيرة في مداخلتي هذه، في هذا السياق إن مصالح الأردن في ظل انفتاحه على سوريا والعراق ومصر والخليج وإسرائيل تقتضي العمل على انسيابية
وتأمين طرق التجارة ومشاريع الطاقة العابرة لكل هذه الدول، وهذا مجال واسع للتعاون الإماراتي الأردني الخليجي الأردني مع هذا الطيف من هذه الدول، بل ممكن توسيعه إلى خارج المنطقة العربية، ممكن يمتد إلى تركيا وغيرها في إطار التحولات الجارية حالياً في المنطقة باتجاه تبريد الصراعات وخلق أطر للتعاون الإقليمي. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً دكتورة ابتسام، وأنت قدمتي مقاربة متكاملة ل يعني العلاقات الأردنية الإماراتية من منظور يعني سياسي أو الرؤية الإماراتية دولة الإمارات لهذا الموضوع، وركزتي على التزام الإمارات في بعض القضايا الخاصة يعني بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودور الأردن وموقفه، وخاصة حل الدولتين المقدسات، دعم موقف الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأيضا أشرت إلى الفرص المتاحة يعني اقتصاديا على المستوى البيني وعلى المستوى الإقليمي، وأيضا الرؤية المشتركة في إعادة دعم إعادة سوريا للحضيرة العربية وتكثيف العلاقة العربية معها والحضور العربي معها والفرص التي يمكن أن تنبثق عن ذلك، و يعني التزام الإمارات في المصلحة الوطنية العليا الأردنية خلال يعني العمل على احتواء التهديدات الإقليمية الممكن تكون منبثقة من النون ستيت أكترز أو التنظيمات اللا دولتية يعني أو الموجودة على حدودنا وحدودكم، وأيضا يعني المصالح كما تراها الإمارات من الدور الذي يمكن أن يلعب الأردن مستقبلا في الإقليم، يعني سواء في العلاقات العربية أو أيضا العلاقات الإسرائيلية. أكيد بعض القضايا يعني راح تكون يعني كثير أسئلة، وبعض القضايا قد تكون يعني خلافية، ولكن أشكرك جزيلا على يعني هذا الطرح وعلى هذه المقاربة المتكاملة الهامة، شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى المتحدث الأخير الدكتور سيباستيان صن، أنا قدمته قبل مرة، هو الباحث في مركز البحوث التطبيقية كابرو، فليتفضل لو سمحت مداخلتك في 15 دقيقة إذا تمكنت. Thank you very much, Dr. Musa, for the kind introduction. Thank you very much, Konrad Adenauer Foundation and the Al-Quds Center for having me here. It's great to be back in Jordan. I left this wonderful country in March, and I was living here for 2 years working for the German Development Cooperation Agency, GIZ, and it was a wonderful time despite the limitations of the pandemic that hit us all. So what I would like to delve into today is a topic that is maybe a little bit under-researched and it has been tackled by our distinguished speakers a little bit, but I would focus a little bit more on the Gulf development assistance towards Jordan, specifically because I was engaged in a project with GIZ that aimed to enhance and to improve the development cooperation efforts from Gulf states in Jordan and other countries together with the German efforts. And I think this is a potential field of closer cooperation for the future, and I will touch on that in a minute. So of course, Jordan enjoys high priority as a partner and recipient of Gulf aid or of humanitarian financial assistance, development cooperation. We all know that Gulf aid is highly politicized and also reflect political motivations. That is not only the case in the Gulf, that is the case in every country that is engaged in development cooperation, also in Germany and others. That can also sometimes lead to specific conflicts or to the politicization and instrumentalization of assistance.
What we also see in some of the Gulf states, or most of the Gulf states that are engaged in development cooperation in recent years, is a tremendous shift in aid provision. And this shift is specifically affected by the dual shock, the decline in oil prices and the outbreak of COVID-19. So therefore, I would assume that what we will see in the future, also with regards to Jordan and other important recipient countries, is a shift from more financial assistance towards a more sustainable approach based on vocational training, education, and empowerment. And in this regard, I would also like to argue that there is room for closer cooperation, for instance, with Germany in such an approach. So what I would like to do in the next couple of minutes is to exactly outline what are these changes in Gulf aid and Gulf assistance, what does it mean for Jordan, what are the motivations behind Gulf assistance, and what are common options for closer cooperation. And when it comes to the motivations, I call them four P's. Of course, there are much more. So the first is preserving economic interests. This is one of the main motivations behind the provision of Gulf assistance across the region, across the world, for many, many decades. And specifically in times of socioeconomic obstacles, it is also of interest to preserve market access, to preserve also the interests in joint cooperation with regards to economic partnerships. And therefore, development cooperation is one of the main pillars for economic diversification in all of the Gulf states. And of course, Ebtissam, you have rightly outlined the economic dimension of collaboration and cooperation. I think development assistance could provide here an asset. The second one is preserving political legitimacy and regional stability. Development cooperation is not only for the Gulf, but also for the Gulf states, but also for other countries, an instrument to gain leverage and also to preserve geostrategic and security interests on a soft policy level. Preventing poverty and social frustration, of course, is one of the main obligations for all the Gulf countries with regards to crisis-torn countries. So there is also a main aspect of solidarity with people in need, and specifically during the Syrian crisis, we saw tremendous amounts of financial assistance, humanitarian aid to countries hosting Syrian refugees, such as Jordan, and I will elaborate on that in a minute. And last but not least, the fourth P is presenting themselves as reliable partners in international cooperation. Kuwait. Oh, sorry. I hope it's no better for you. Okay. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE, and Qatar all have joined the OECD Development Assistance Committee in the last couple of years in order to present themselves as reliable and trustworthy partners in international cooperation. And this trend will continue when it comes to their presence on multilateral forums. Not forget the G20 presidency from Saudi Arabia last year, in which Saudi Arabia, of course, restated its efforts to promote G20 and multilateral formats, and this holds true also for the other Gulf states. So such four P's are also reflected in the Gulf engagement in Jordan. Between 2013 and 2017, assistance from the Gulf states was the fourth highest when it comes to the total amounts. I don't know if you can see the slide. It is a little bit small. I don't think if we can make it larger, but I could also provide the organizers with the presentation afterwards, and then you can have a look. Of course, yes, absolutely. So, after the outbreak of the devastating conflict in Syria, Jordan emerged as one of the main host countries for Syrian refugees, and this was one turning point for also the Gulf states to increase its humanitarian engagement in Jordan. Unfortunately, numbers are awake. It's not 100% clear and transparent what
volume of assistance the Gulf states have dispersed to Jordan, but in general they were among the main donors, the main supporters of Syrian refugees in the region. So for instance, Saudi Arabia, the UAE, Kuwait and Qatar provided grants to Syrian refugees in Jordan and other host countries with a volume of more than 3.4 billion from 2019 to 2019 from 2013 to 2019. And this humanitarian assistance to Syrian refugees is based on a fourfold approach. First, the Gulf states aim to preserve domestic stability inside Jordan. So we also heard from the other distinguished speakers how important Jordan is as an anchor of stability in the region. Second, they showed solidarity with the Syrian people in need, which corresponded with their anti-Assad position at that time. Third, and this is quite a controversial topic, but I also want to mention it, providing aid to Syrian refugees in other countries, the Gulf governments diverted attention away from the critical discussion about their lacking political commitment to also host Syrians. This discussion was reflected specifically in Europe and others, and it was labeled as an externalization strategy. And finally, the Gulf states cooperated very closely with UN organizations to disperse assistance to Syrian refugees in Jordan and elsewhere in order to improve their international reputation. However, in recent years, financial assistance from the Gulf to Jordan decreased. And this is reflected, for instance, in the ON OCHA financial tracking system, and my data is referring to that. So when we take a closer look into Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, and Qatar, so in 2018, there was 80 million in total that has been dispersed and pledged to Jordan. This number has reduced to 50 million in 2020. And Saudi Arabia, as one of the main political partners of Jordan, reduced its bilateral engagement in Jordan from 110 million in 2019 to roughly 50 million in 2020. And we also see a similar trend with the UAE and Qatar. And as I said in the beginning, such a decline is most related to the dual shock after the outbreak of COVID-19 and the corresponding politicization of aid. As we all know, all Gulf states are undergoing a fundamental socio-economic transformation, and outstanding examples for this transformation is Vision 2030 in Saudi Arabia and others, so that the main goal is to diversify their economy, to enter the post-oil period, and to create jobs for a very young population. And against this backdrop, there needs to be channeled more money inside the respective countries than channeling it outside. And this process has been accelerated by COVID-19. And from my understanding and from what I have heard also from my interlocutors in the Gulf, this trend might continue. So we will see a couple of trends that might come up in the future with regards to the provision of development assistance. And we also see some interesting fields for potential cooperation. So just to outline three main trends, and there are many others. So the first one is new sectoral focus. We already see a shift from mostly financial cooperation to technical cooperation, specific focus on on vocational training. Then, of course, a focus on regions of utmost strategic interest for Saudi Arabia. For example, Yemen will remain one of the main recipients of humanitarian assistance, etc., and Jordan as well. But we also see in the case of Lebanon, I don't want to delve into the details now, that this could also go the other way around. By reducing or cutting humanitarian aid, you could also exert pressure in specific areas in which the political situation is of concern. The volatility of financial assistance will remain high. That was also the case before the double shock, but it will remain high in the future, and driven by a trend to internalize funding and to also try to foster the domestic economic diversification, there will
will be less financial volumes available for humanitarian assistance and development cooperation in the future. However, this could also nice one. This will also have some interesting implications for enhanced cooperation. The first one is improving international and multilateral coordination. The coordination with international and multilateral donors could improve through the OECD, the UN, and other forums. And specifically on a South House level, there could be more triangular cooperation between Gulf organizations, other regional partners such as Jordan, and multilateral organizations, which could offer great potential for a more coordinated approach in aid provision. And Ebtisam, I think you mentioned the Islamic Development Bank, if I'm not mistaken. And for instance, this institution. I didn't mention anything. Okay. You did. Okay, sorry for that. So the ISDB, as one of those multilateral organizations, could provide a platform for a more enhanced coordinated approach in order to create synergy effects in development cooperation. The second point is extremely relevant, improving European Gulf cooperation on Jordan and together with Jordan on a partnership level. We have heard yesterday how important Germany and Europe is as a donor and as a supporter for Jordan. And the same holds true for the Gulf states, as I've outlined. So therefore, it would be great, it would be a great opportunity to coordinate measures, to coordinate efforts, and to identify fields of potential interest, such as the empowerment of youth, education, vocational training, long-term approaches that go away from the traditional financing modules of financial disbursements. Improving promotion of regional entrepreneurship is also a field of joint interest for Europe and for the Gulf states, as SMEs and entrepreneurship has become much more important in order to realize empowerment of the youth. This could be an interesting field of cooperation. And last but not least, improving cooperation in energy diversification and in environmental issues. Water scarcity, climate change, and sustainability have become integral parts of the political and public discussion in the Gulf, in Europe, and of course also in Jordan. And the Green Middle East Initiative of Saudi Arabia, for instance, and other formats could become an entry point to also foster regional cooperation and beyond in this field. Thank you very much for your attention. Thank you. شكرا جزيلا دكتور سباستيان. اعطيت اضاءه على دعم يعني دول الخليج للاردن من خلال المؤسسات الدوليه ومن خلال ايضا دعم اللاجئين السوريين، واشرت الى يعني مجموعه المبادرات والدول التي تشارك بذلك، وهذا يعني منظور يعني ممتاز وجيد. وأيضا أشرت إلى إمكانية التعاون المستقبلي وما هي المجالات التي يمكن أن تستمر يعني دول الخليج وتحديدا الدول ذكرتها في دعم مبادرات الاقتصادية والمرتبطة في المياه والبيئة وغيرها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لجميع المتحدثين والمتحدثة على يعني هذه المحاضرات القيمة. والآن سوف نفتح المجال للنقاش. لدينا تقريبا يعني أقل من ساعة لهذا الموضوع. أرجو أن تكون المداخلات مختصرة وأن تكون بصيغة سؤال، وإذا أمكن توجيه السؤال للمحاضر أو المعني بهذا الموضوع نكون لكم من الشاكرين. أنا ما بعرف شو الآلية اللي بدنا. تفضل لو سمحت التعريف عن الاسم وتوجيه السؤال أو الملاحظة كما تريد. الدكتور باسل حسين، رئيس مركز قلواذة للدراسات وقياس الرأي العام العراقي. احنا رأينا السؤال للجميع الأخوة حقيقة. رأينا حدد أكثر شوي يعني. هو إذا في مجال للأخ السعودي من السعودية الدكتور. رأينا الصورة الوردية في جميع البحوث حقيقة. رأينا الصورة الوردية للعلاقات الخليجية الأردنية، لكن هناك صورة أخرى لم تتطرقوا إليها جميعا. هذه هناك صورة مختلفة، لأن الأردن غالبا أو كثير من الأحيان ما وجد نفسه يسير على حبل مشدود
في العلاقة الأردنية الخليجية. وهذا الحبل المجدود في العلاقة الخليجية كان يحتم على الأردن أن يتخذ سياسات لا تفهم أنها ضمن سياسة الخنادق، لأنه أحياناً كان يتطلب من الأردن لا سيما في الخلافات البينية الخليجية أن يتخذ الأردن موقفاً، أن يكون خندق تجاه طرف آخر. وأعتقد أن هناك كان نجاح نسبي للأردن في تجاوز، يعني بدأ أن يكون سياسة خنادق كان جسر واصل في كثير من الأحيان، لكنه ليس دائماً كانت ناجحة. أنا في كباحث أجد في هذه المسألة هناك عبء للخلافات الخليجية على الأردن. ثانياً، استقرار الأردن هو خط الدفاع الأول للدول الخليجية. هذا أحياناً لا نجده أنه هناك إدراك خليجي لهذه الحقيقة. لا يتم التعامل مع الأردن كقيمة استراتيجية، غالباً ما تتأثر برؤية أخرى، لكنه أنا أعتقد أنه ينبغي إعادة النظر وأن تكون هناك سياسة خليجية لا سياسات خليجية في تحديد الموقف من الأردن. هناك أشعر، وأنا عشت فترة طويلة في الأردن، أن هناك تقصير في تجاه النظر إلى استقرار الأردن، في حين أن استقرار الأردن حاجة خليجية قبل أن تكون حاجة أردنية. هذا فقط اللي ما أود أن أدخل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور باسم. لا، إحنا راح نعطي المجال بالآخر نأخذ الأسئلة. أكيد نأخذ مجموعة الأسئلة وبعدين نعطي المعاقبين أنهم، لا معلش أحسن هيك، مشان يعني مشان ما حد يعني الكل يأخذ نفس الوقت يعني من ال... تفضل لو سمحت. أوكي، سوري يا سيدي، أنا اسمي حاتم رشيد. أوكي، اسمي حاتم رشيد. أوكي، بدي أسأل الدكتورة ابتسام تحديدا، لأنها تحدثت كما بدا لي يعني بشغف عن العلاقات الإماراتية مع الكيان الصهيوني كما أسمته إسرائيل أكثر من مرة. ما هي الدوافع والعوائد، دوافع الإمارات لإقامة هذه العلاقات مع إسرائيل، وما هي عوائدها من هذه العلاقات؟ والسؤال الثاني، هل تصف العلاقات بأنها تطبيع أم تحالف؟ مع جزيل الشكر. في أسئلة أخرى؟ تفضل أستاذ، بعدين دكتور حدث. شكرا جزيلا. أنا ضياء الأسدي، أكاديمي وسياسي من العراق. سؤالي للدكتور ابتسام، بعد تدشين العلاقات مع الكيان الصهيوني يعني اللي سمي التطبيع، هل قدمت الدول المطبعة إعادة تعريف للقضية الفلسطينية من جانبها على الأقل؟ لأن هذه الإجراءات اتخذت أحادية الجانب، يعني دولة فلسطين، الدول العربية ليس لديها تعريف أو وصف لهذه العملية، لكن هذه الدول هل قدمت تعريف جديد للقضية الفلسطينية أو تصور جديد عن القضية الفلسطينية؟ شكرا دكتور. الأستاذ حيدر، تفضل سيدي. شكرا دكتور. أنا حيدر سعيد، باحث عراقي والمركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات. أنا طبعا يعني أنا لا أعتقد بأن هناك سياسة خليجية موحدة، يعني ولا أظن أن واحدا من النخب الخليجية يعتقد بأن هناك سياسة خليجية موحدة. يعني هناك خلافات عميقة في كثير من الملفات، لكن أنا أسأل الأساتذة خاصة يعني الباحثون الخليجيون والدكتور ابتسام، أعتقد الجميع تجاوزوا نقطة، يعني لو وقفنا عن تحليلها كان ممكن أن نفهم رؤية، إنجاز إن صح التعبير، وجود رؤية خليجية للعلاقة بالأردن، وهي الفكرة اللي صارت بال 2011 ما بعد الثورات العربية حول إمكانية ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي. هاي ربما كانت تعبر عن رؤية ما خليجية إن صح التعبير مرة أخرى حول طبيعة العلاقة بالأردن. أنا شفت الأوراق الثلاثة
لم تتحدث عن هذه اللحظة يعني، وأنا أعتقد أنها جديرة بالتحليل. شكرا. شكرا. خلينا نأخذ الأجوبة على هذه الأسئلة يعني، بعدين نفتح المجال. خلينا نأخذ أجوبة المتحدثين بعدين نفتح المجال لجولة أخرى. نبدأ بالدكتورة ابتسام، في أسئلة موجهة لك وفي الأسئلة لكل موجود. يعني أنا ببدأ بمسألة أن وجود رؤية خليجية تجاه الأردن يمكن لا توجد يعني في دول مجلس التعاون. هناك تباين في مدركات التهديد، في السياسات، صحيح هذا ينجب عنه أيضا تباين في السياسات والرؤى والمواقف. يعني على سبيل المثال إيران أيضا يعني جزء من الإشكالية إن لا يوجد رؤية مشتركة تجاه مدركات التهديد، وهذا أيضا يعوق إشكالية عمل خليجي موحد تجاه الدولة ألف أو الدولة باء أو الدولة كذا. الكلام اللي قاله الأخ نبي، لا هني الدكتور باسم، صحيح استقرار الأردن مهم، كل الكلام اللي ذكرته أن الأردن كان دائما بين شقي الرحى، مش فقط في علاقته مع الخليج، في علاقته أيضا مع العراق. كانت هاي إحدى الإشكاليات أثناء الغزو العراقي للكويت، أن أيضا محدودية الموارد الاقتصادية للأردن أيضا تجبره أن يكون تحت ضغط من هذه الدول المحيطة به. فهذه الإشكالية صحيح، بس أنا أعتقد أن الآن في تحولات جديدة في المنطقة، وفي دور أيضا مطلوب من الأردن أن يقوم فيه في ظل هذه التحولات، وفي محددات تفرضها عليه حجمه موقعه في ظل هذه التحولات. الخليجيين، مش الخليجيين، العرب نفسهم ما عمرهم اتفقوا على شيء. الجامعة العربية مثال على التناقض الرؤى العربية، وهذا دائما كان سبب ضعف أي مؤسسة إقليمية عربية، لأن هي قائمة على إرادات قطرية، ولو بغينا نقول تحديدا أكثر على أشخاص، يعني على العلاقات الشخصية بشكل أكثر، لأن ما في مؤسسية. طيب أنا بجمع الكلام. أولا أنا أنتمي للمدرسة الواقعية، وأنا مريت بفترة القومية واليسارية وكل هذه، تعديت هذه المرحلة وانتهيت بأني أكون من المدرسة الواقعية، وما يفرضه الواقع حاليا أن في تشكلات في منطقتنا، وفي كل دولة عندها ظروف وعندها محددات وعندها حجم معين يفرض عليها الحركة باتجاه معين. أنت لما تكون بجوار دول إقليمية كبرى لها مشاريع للهيمنة في المنطقة، أنت بحاجة للتصرف بشكل آخر غير الدولة اللي عندها ظروف مختلفة. الإمارات دوافعها، الإمارات تتشارك مع الأردن كما قلت أنهم هم دول صغيرة ودول تعيش في بيئة إقليمية غير مستقرة، بالتالي هذه الدول ما عندها سبيل من الخلاص إلا تحالفات. تقول لي ليش الدوافع، ليش راحت الإمارات باتجاه التوقيع مع إسرائيل؟ يمكن نوع من التفكير خارج الصندوق. 70 سنة ونحن في صراع مع إسرائيل، ما أنتجنا أي حل ولا وصلنا أي حل، بالعكس يعني العرب في 48 كانوا يمتلكون 80 أو 90%، اليوم كم يمتلك العرب كم يمتلك الفلسطينيين؟ لأن كل مرة هم لا يقبلون بالواقع وإسرائيل تقتطع أجزاء أكبر وأكبر. كنت مرة جالس مع إسرائيلي فيقول لي
العرب كل مرة يرفضون أي حل فإحنا نأخذ أكثر، لأن العرب دائما لا ينظرون للواقع ودائما يصرون لا إلا إعادة كل شيء بأكمله، لا يقبلون بما هو موجود ثم يطالبون حل من تفكير خارج الصندوق. طيب الإمارات حطت شرط وقف الاستيطان، كانت المسألة متفجرة وقبل الإسرائيليين مقابل النورماليزيشن أو مسألة تطبيعهم، أن قد يتذوق الإسرائيليون السلام مع محيطهم وأن يقبلهم، وبالتالي هم على استعداد للتنازلات. طبعا البوليتكس الإسرائيلي الداخلي عنده إشكاليات أيضا، ما بين يمين وما بين يسار وما بين استقطابات داخلية وما بين المتشددين داخل، لا شك. لكن الإمارات أيضا لا توجد بينها وبين إسرائيل حدود، ولا يوجد بينها وبين الإسرائيليين حرب. في المقابل أيضا لا أحد يستطيع أن ينكر دور الإمارات في دعم القضية الفلسطينية، هذا كلام ما تستطيع تنكره لا ولن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية. والإمارات مثل ما قلت مع حل الدولتين، لكن مش فقط الإسرائيليين اللي عندهم مشكلة، الفلسطينيين عندهم مشكلة، القيادة الفلسطينية عندها مشكلة، عندها فساد، عندها قيادة متكلسة. في جيل من الشباب الفلسطيني يريد يعيش، هذه قيادة جالسة على الأنف، لا عندها إيدها، لا في إيدها حلول ولا تقدم حلول. يعني لا يمكن أن يجلس عباس للأبد على صدر القضية الفلسطينية. في الجانب الآخر عندك حماس أيضا اللي لا تقبل التصالح مع السلطة الفلسطينية، فالفلسطينيين عندهم إشكالياتهم أيضا، هم أيضا معوق للوصول إلى الحل. المنطقة محتاجة إلى سلام. أتوقع أنا الرئيس يقول لي توقفي، ولا أنا ما أبغى أتوقف، أبغى حاضر. بس أنا أقول أن يعني أسرفوا كثيرا العرب في رفع الشعارات وفي التنديد والشجب وغيره، نددت السلطة الفلسطينية وشجبت، ماذا حصلت؟ أنا لو من السلطة الفلسطينية أنط على الطاولة وطالب، طيب أنتوا وقعتوا اتفاق، أين دور السلطة الفلسطينية؟ الشجب والندب من 70 سنة والعرب يشجبون ويندبون ولا يحصلون على شيء. جزيلا الدكتور الرأي، يعني أكيد في ناس بيخالفوا، تحديدا فيما يتعلق في مسؤولية عدم صناعة السلام. يعني القريبين والمتابعين للأحداث من طرفنا بيعرفوا أنه السبب الرئيسي لعدم التوصل لأي نوع من أنواع السلام هو السياسات الإسرائيلية المتعنتة، وهذا مش من تقييمي أنا فقط، يعني وإنما يعني إذا بنرجع لتصريحات جون كيري الممثل أوباما اللي حاول يعني يحرك عملية السلام، هو اللي يعني حقيقة حمل إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق. أنا ما أنكرت هذا، أنا ما أنكرت هذا، ولا قلت كل طرف أيضا يتحمل المسؤولية. لا أكيد أنا يعني أنا سمعتك كويس، بس أنا حبيت أنوه لهذه النقطة، وشكرا يعني على جرأتك وصراحتك، وهذا رأيك يحترم حتى لو اختلفنا معه، هذا حقك يعني ما في مشكلة. الآن دكتور خالد، أظن في سؤال أو سؤالين عن موضوع أثر العلاقات البينية، الخلافات البينية الخليجية على الأردن ومسألة الاستقرار الأردن. أولا أنه موقف السعودية، وأنا أتكلم هنا عن السعودية، مع الأردن موقف ثابت منذ قيام الأردن. السعودية تنظر إلى الأردن كعامل استقرار للمنطقة، ولذلك حرصت في كل العصور وفي كل الظروف أن تقف مع الأردن عسكريا وأمنيا وماليا واقتصاديا ونفطيا. في كل المواقف التي مر بها الجيش السعودي كان موجود هنا في الأردن، وبقي هنا فترة طويلة بعد 67، بعد 73. الأردن بالنسبة لنا درع، وهو واستقراره هو استقرار لنا،
وهو البافر زون السور الذي يفصلنا عن إسرائيل، وبقاءه هو بقاء لنا. قد لا يعلم البعض أن نسبة عالية من الشعب الأردني هم أيضا يعني لهم أشقاء في السعودية، قبائل مشتركة في الحدود، يعني كما بيننا وبين العراق أيضا الدول الحدودية دائما تجمعها ذلك مع دول الخليج مع اليمن. وبالتالي فكل أبناء الجزيرة العربية ينظرون إلى هذه الدول ومنها الأردن على أنها جزء من منظومة السور العظيم لهذه الجزيرة، وبالتالي لا يخالج أحد شك بأن السعودية ودول الخليج ستقف مع الأردن في كل الظروف، وقفت وستقف دائما. الخلافات تحصل حتى بين الأشقاء يعني، وأنا أشرت إليها، يعني أشرت بوضوح إلى خلافات مضت وانتهت يعني في السابق، وآخرها في حرب الخليج، لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ يعني احنا تجاوزنا هذه الخلافات النادرة في العلاقة، وطورنا هذه العلاقة، وصلنا بها إلى مستويات عالية جدا. وكما كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله عندما سئل عن العلاقة بينه وبين أمريكا وبينه وبين بريطانيا، فقال الإنجليز أصدقاء والأمريكان شركاء، والشريك دائما يتقدم على الصديق. فالشراكات الاقتصادية التي تبنى بين الشعوب كما كان الملك فهد رحمه الله دائما يحب أن يقول، وعلى هذا الأساس بنيت مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والاتحادات الأخرى في آسيان ونورث أمريكا، كلها تقوم على تعظيم المصلحة للشعوب، بحيث أن الشعوب هي تكون شريك في الدفاع عن هذه الدول وعن مصالحها. ولذلك أشرت أنا ربما مللتكم يعني بالإشارة إلى بعض الأرقام، لأنني أريد أن أقول بأن الدولتان بحكمة حرصتا على تطوير هذه العلاقات وتأكيدها، بحيث أن هناك مواطن في كل بلد، كل مواطن له سهم في نجاح هذه العلاقة وله مصلحة في الحفاظ على الطرف الآخر. والنتائج واضحة، 88% من الأردنيين ينظرون نظرة إيجابية للسعودية، وفي السعودية نفس الشيء. أنا تعلمت على أيدي أساتذة أردنيين، وعندما يعني في حرب الخليج تقدمت في للدفاع عن بلدي ودخلت للجيش، كان أيضا هناك خبراء ومدربين أردنيين. الأردن له فضل علينا، ونعتز بما قدموه ويقدموه. الجالية الأردنية من أفضل الجاليات الموجودة في الخليج، ونحن نتكلم عن السعودية، تجربتي معهم جدا ممتازة. أنا أستاذ في جامعة الفيصل، عدد كبير من زملائي هم أردنيين، وتجربتنا معهم ناجحة جدا، أفضل من غيرهم، لأنه عندهم إخلاص وعندهم محبة وعندهم مهنية عالية، ولا يدخلوا في مشاكل ولا يحاولوا إثارة خلافات بيننا وبينهم. فأرجو أن تصحح هذه النظرة، نحن والأردن وجهان لعملة واحدة، كنا وسنبقى وسنظل. دكتور علي تفضل. ما من شك في أن ثمة خلافات واختلافات حدثت بين الحكومة الأردنية والحكومات الخليجية بدرجات متفاوتة. لا تنسى أن رأي الدكتور خالد بطرفي أو رأيي لا يمثلنا رأي الحكومة، كما يقول التعبير الإنجليزي We as people have no say over running our countries. إحنا ما عندنا يعني مؤسسات ديمقراطية، لسنا يعني لم ننتخب حكامنا، كما أننا لم نختر جيراننا، كما أننا لم نختر آباءنا وأمهاتنا. ولكن أريد أن أقول إن الخليجيين قلوبهم شتى، ثمة أجندات أتفق معك في الرأي، ثمة أجندات إقليمية وأجنبية هي التي كانت مسؤولة في فترة من الفترات عن تشويه أو تخريب
العلاقات الأردنية القطرية، ولكن أو الأردنية الخليجية، ولكن في المجمل والآن العلاقات، أنا أتحدث عن قطر، العلاقات الرسمية بين الحكومتين علاقات ممتازة، وبين الشعبين كذلك علاقات ممتازة، وغالباً الحكومات تؤثر سلباً أو إيجاباً على نظرة الشعوب إلى بعضها. هذا ما أردت أن أقوله. دكتور سيباستيان، do you have anything to say about the questions? Say something about me. Thank you very much. Although no question was directed to me specifically, let me just make one comment regarding the the Gulf divide, or that there is no unified position in the Gulf on Jordan or on other topics. Yes, of course, that's true, and I think we have seen it in the last couple of years in different theaters. But I would argue that there is a trend not only here in the region, but also maybe in Europe, that there are other threat perceptions that matter most. And this is, of course, climate change. This is COVID-19. This is unemployment. This is social frustration. And I think in this regard, as I tried to outline in my intervention, development cooperation could at least provide a platform and an instrument to tackle those common threat perceptions that are the same all over the world. And when we are talking about dysfunctional regional institutions, when we are talking about the lack of trust, when we are talking about diverging interests and contestations between different parties against each other, I think development cooperation has proved that there is to some extent regional cooperation possible. So for instance, during the however we might call it, I call it the Gulf crisis or the Gulf rift or whatsoever, between 2017 and 2021, there was still coordination among the Arab coordination group in terms of development cooperation. So despite political tensions, Qatar was and still is, of course, part of this group, and they were never communication and even project implementation never stopped even during that time. And I think that's an outstanding example. I also mentioned the Islamic Development Bank, in which all Gulf states are members, and Iran as well. And the Islamic Development Bank has introduced a trilateral project program called Reverse Linkage, in which partners in the region, the ISDB, and another partner in the region are trying to enhance trilateral cooperation. And I think this is a model for fostering regional integration, specifically in times when challenges are so fundamental that cannot be solved through military means and by aggression. It can only be solved through common activities and collaboration. And I think in this regard, it is much needed that we take COVID-19 as a lesson and also enhance the role of regional and international cooperation. عندنا مجال لسؤالين كمان، ناخذ سؤال من هذه الجهة إذا في حدا. دكتور راكز، تفضل. شكرا للمتحدثين. اوكي، انا بدي بس يعني اول شيء انوه انه لا يوجد تفريق ما بين الحكومات وما بين الشعوب في الدول. نحن ضمن منظومة الدول، وهذه الدولة، نظام الدولة هو الذي يمثل مصالح الشعوب مهما كان شو نوع نظام الحكم، سواء كان جاءت أنظمة الحكم بانتخابات أو غير انتخابات. هذه قضية. القضية الأخرى أن العلاقات الأردنية الخليجية هي علاقات قائمة على المصالح المشتركة،
وهذه المصالح المشتركة كانت ما قبل النفط أصلا، قبل عصر النفط، وكانت هذه المصالح تقوم على أساس أنه كل هذه الدول يعني تتحالف مع بعضها بعضا ضد الأخطار التي تهددها أو تهدد الكيان العربي في ضمن الجزيرة العربية أو منطقة بلاد الشام والهلال الخصيب. المصالح المشتركة كانت هي الأساس. أنا بعتقد أنه لا يوجد خلافات استراتيجية كبيرة ما بين الأردن وما بين دول الخليج يعني في الأهداف الأساسية والاستراتيجيات العليا للدول العربية. الأردن يدرك تماماً بأن صار أصبح هنالك تبدل بالأولويات بالنسبة لبعض دول الخليج، الأولويات الاستراتيجية والسياسية، ومن ضمن هذه الأولويات أو من ضمن هذه المحددات هو ما عرف باتفاقيات إبراهيم التي تم توقيعها. تدرك الأردن بأن دول الخليج أصبحت تواجه خطراً محدقاً من جهة إيران، وبالتالي أصبحت أولويتها في المحافظة على نماذجها وكيانها القائمة هي أن تبحث عن تحالفات، عن تحالفات تستطيع من خلالها أن تواجه الخطر الإيراني الذي أصبح الأولوية الأولى بالنسبة لهذه الدول، دول الخليج بما فيها السعودية أيضا. بالنسبة للأردن لم تتغير الأولوية الاستراتيجية، لا زالت الأولوية العليا الاستراتيجية بالنسبة للدولة الأردنية هي القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي الضفة الغربية والمحافظة على القدس والمقدسات والمحافظة على الأردن من التغول أو مما يعرف من الخطر الإسرائيلي الذي يمكن أن يهدد بوسائل وأشكال مختلفة بالنسبة للأردن. إذن الأولوية الأردنية يعني على رأس قائمة الأولويات الأردنية القضية الفلسطينية، على رأس أولويات الدول الخليجية هو الخطر الإيراني. هذا كلام يعني معروف ولا يمكن أن يغطى بغربال يعني، وبالتالي الأردن يتفهم هذا، ولذلك أصلا نجد أن لواء كاملا من الجيش الأردني موجود على أرض الإمارات العربية المتحدة، لواء كامل موجود بالإمارات، ونجد كثيرا من القوات المسلحة الأردنية بما فيها الطيران بما تحارب جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية في 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 حربها ضد التمرد الذي يحدث في اليمن. وهنالك اصلا ايضا قوات كبيره من الجيش الاردني وموجوده في كل دول الخليج، البحرين وقطر والكويت وكل هذه الدول. يعني انا سبق ان عملت في القوات المسلحه الاردنيه وعملت مع الجيش في السعوديه ومع الامارات، جيش في الامارات والجيش في البحرين والجيش في قطر والكويت، وكنا كانت التعليمات العليا من قياده الجيش الاردني أن كل المعلومات وكل الأوراق وكل الإمكانيات الموجودة في الجيش الأردني هي مفتوحة لدول الخليج وللدولة السعودية. برجع بأكد أنه لا يوجد خلافات استراتيجية بالأهداف العليا بالنسبة للأردن ودول الخليج، لكن أصبح هناك تبدل في الأولويات. الأردن لا ينكر على دول الخليج يعني إجراءاتها لمواجهة الخطر الإيراني، كما أن دول الخليج أيضا تقدر موقف الأردن في الحفاظ على نفسه من الخطر الصهيوني وعلى حرصه على حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. شكرا. شكرا دكتور راكز. تسلم. يعني من الغريب لواحد مثل جاي من رام الله أنه يقعد ويسمع القضية الفلسطينية يطوطح بها وتستخدم في تبرير الكثير من السياسات، ولكن الأغرب هو أنه يعتبر الفلسطيني معوق للوصول إلى حل. هذا كثير يعني، ومش مقبول، لأنه الحقائق والوقائع تشير إلى غير ذلك. أنا كمان من المدرسة الواقعية، بدرس طلابي وبكتب وبحلل من المدرسة الواقعية،
ولكن فهمنا للمدرسة الواقعية هي أنه نفهم الواقع وليس أن نستسلم للواقع. إحنا بفلسطين نواجه استعمار كولونيالي إحلالي، وإلنا بنقاوم بهذا الاستعمار لقرن من الزمن ولازلنا موجودين ونقاومه. والنقطة المهمة إنه ونحن نواجه كل مشاكلنا، وصحيح إنه عندنا الكثير من المشاكل والكثير من الفساد والانقسام وكل هذه الأمور، ولكننا لم نستسلم، لم نستسلم. وكمان نحن لسنا مذعورون. بيطلع على حدا مذعور من إيران إنه يعمل اتفاق تطبيع مع إسرائيل، حره، ولكن أن يستخدم القضية الفلسطينية إنها هي مدخله فهذا ما بيطلعلوش. إحنا مش مذعورين من إسرائيل، اللي بده يذعر من إيران يعمل اللي بده إياه، بس لومنا على اللي إحنا فيه وعلى اللي بنواجهه كل يوم وبنقاوم فيه هذا الاحتلال، هذا الاستعمار الكولونيالي الإحلالي بكل سياساته، وبنصير إحنا المعوق للوصول لحل. يا دكتورة ابتسام، ممكن تقولي لنا شو هي خارطة الطريق الفعلية، الرؤية وخارطة الطريق الفعلية بمعنى الخطوات والإجراءات العملية التي سيتم بموجبها تحقيق حل الدولتين من خلال التطبيع اللي عملتوه، مشان نتعلم على الأقل ونقبل الأبيوس. شكرا. خلاص احكي انت. يسعد مساكم جميعا. المهندس عمر الشرمان من حزب الوسط الاسلامي. باختصار كان باختصار بعد ما حكيت سيدي، يعني انطيني دقيقه وبكون موجزه، بس بدي انا باختصار شديد سيدي. انا كلام موجه للدكتوره ابتسام وهي كل الاحترام والتقدير، واخر شيء يعني راي، ولكن انت بدي ابدا من حيث ما انتهيتي. انت حكيتي انه التفكير خارج الصندوق، نقل العاصمة الإسرائيلية للقدس ونقل السفارة واعتماد القدس عاصمة إسرائيلية، هذا تفكير خارج الصندوق وبخدم القضية الفلسطينية. الاعتراف بالجولان جزء من الأراضي الإسرائيلية، تفكير خارج الصندوق وبخدم القضية الفلسطينية. خليني أكمل سيدي لو سمحت، بس يعني بلا أنا معك. أرجو أن يكون التركيز على عنوان والله معك، بس أعطيني مجالك لو سمحت. أعطيني مجالك كمل هذا هذا الموضوع، أرجو أن تغلقه. طيب خلينا نكمل يا سيدي، أرجوك. صار في ملاحظات عليه وانتهى الموضوع. أنا بعتقد لا، أنت هيك بتقمعني، ما بتعطيني حرية أحكي. طيب خليني أحكي وخلي الفكرة تصل. أنت سيدي هون بتدير الجلسة، بس ما بتمنعني شو أحكي، مع احترامي لك بمنعكيش، بس أنا بطلب منك أن تلتزم بموضوع الحوار. طيب ملتزم سيدي، واتوقع اوكي سيدي اوكي، واتوقع انه موقف الدوله الاردنيه واضح من خلال اللقاءات الثلاثه اللي قالها جلاله الملك عبد الله الثاني، واصبحت سياسه خارجيه تدرس وكل الشعب الاردني متفق عليها. شكرا. شغله ثانيه واللي اهم، التفكير خارج الصندوق ولهي الان عندك الحكومه الاسرائيليه بقياده بنت وكان هو مدير للاستيطان، هل هذا بخدم اتفاق السلام اللي أبرم اللي هو اتفاق إبراهيم؟ وشكرا لك. شكرا. السؤال الأخير، وأنا يعني المشاركين ليسوا مضطرين أن يجاوبوا على أسئلة خارج موضوع النقاش. أنا أرد شكرا دكتور الحقيقة في مثل هذا المقام البحثي والحواري أحيانا طيب أوكي إن شاء الله، يعني كثير من الدبلوماسية والمجاملة
يضيع الفائدة في الموضوع. أنا كان لدي فضول أن أسمع توضيحات أكثر حول التقارب أو التقاطع الأردن الخليجي في المرحلة الحالية بشأن القضايا الرئيسية المطروحة والتي تنتهي جميعا نفترض بالتناغم في المواقف وبالتالي دفع الأمور باتجاه إيجابي تجاه قضايا رئيسية مثل سوريا وقبل ذلك مثل المحور الاقتصادي الأردني العراقي المصري. في موضوع إيران، إلى أي درجة الآن هناك تقارب أو عودة لنوع من التقارب بين الموقف الأردني والموقف الخليجي بشقيه السعودي الإماراتي والقطري، بشأن الموقف في اليمن، بشأن الموقف من سوريا، وأخيرا بشأن العلاقة مع إسرائيل وموضوع التطبيع؟ وفي كل واحد من هذه المسائل نعرف أن كان هناك تباين خليجي أردني واضح، ولو أنه بطبيعة الأنظمة وعلاقاته وتاريخها يبقى مكتوما متحفظا عليه، ولكن نعرف أنه كان موجودا. شكرا دكتور. ما التغيير الذي طرأ على ذلك الآن؟ شكرا أستاذ جميل. بس ابدا ابدا شكرا جزيلا وشكرا لك يعني اللي علم انك قلت سؤال اخير وانا يعني ما شاكر. في سؤال اخير، في سؤال اخير قبل الاخير. لا شكرا يعني لك وجوز تفصلت لعريب انا اعتقد الله العليم. يعني الامانه اول شيء العلاقه الاردنيه الخليجيه هي علاقه راسخه متينه قويه وستبقى كذلك لانها علاقه ممتده ليس فقط بين الرسميين، هي ممتده بين الشعوب ومنذ الازل. فنحن أولاً عرب ونحن تربطنا قبائل غير الاقتصاد والمال والقصص الأخرى. لكن أنا بدي أحكي في صلب الموضوع لأنه إحنا بالنسبة لنا الأردن القضية الفلسطينية قضية مركزية، فما راح أعرج عليها، حكوا الأخوان فيها لأنها جزء من الإشكاليات اللي فيها العالم العربي كله الآن. لكن الآن نحن أمام تشكل جديد في العالم وتبدل في الأولويات. ما هي الرؤية واللي يعني بديش أذكر بس بثانية أنه استقرار وحماية وقوة الأردن هو استقرار وحماية وقوة لدول الخليج، والأدلة كثيرة. حتى لليوم الحالي الجيش الأردني موجود على الحدود السورية، واجبه رقم واحد منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج. وتخيلوا قديش هذه الكلفة اللي قاعدة يدفعها من 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 يعني بدل ما تستخدم في التنمية وتستخدم في حاجات الناس، وغير انه الهجرات اللي موجوده اللي تحمل عبئها الاردن وكان بامكانه انه يفتح بوابه ويخليها تمر على الدول الثانيه زي ما فعلت تركيا وزي ما فعلت دول ثانيه. انا الان سؤالي المهم في ظل التحول اللي موجود، في ظل الخطر الحقيقي اللي يهدد دول الخليج سواء كان من البوابه الشرقيه وبعد ما اضعنا العراق واضعنا سوريا، ما هي الرؤيه الان لعمل محوري لاستعاده القوة العربية لاستعادة العراق واستعادة سوريا وكيفية بناء علاقة مختلفة عن العلاقة اللي بنزعل بسرعة ونرضى بسرعة تكون راسخة لحماية أمننا القومي بالمنطقة في ظل متغير حاصل إن شئنا أم أبينا حتى في ظل ترامب وبايدن وغيره كل هذا القضايا؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد. بدي أعطي المتحدثين الكلمة الأخيرة. نبدأ الأستاذ علي. دكتور علي، فلسطين التاريخية سيقيد الله لها من يحررها وهو قريب، يعني تحسبونه بعيدا ونحن نحسبه قريبا، وأنا متفائل جدا. لا يمكن أكون أنا متشائم، يعني الصهيوني في عام 1797 الذي كان يحلم بأن تكون له أرض في فلسطين كان متفائلا، كيف لا أكون أنا الآن متفائلا؟ على العكس، نحن اليوم أقرب إلى تحرير فلسطين التاريخية من قبل، خاصة بعد المواجهة الأخيرة في غزة. الآن بالنسبة للتطبيع، يا أخي قرارات الشرعية الدولية واضحة، الأرض مقابل السلام،
لا تطبيع مجاني مع الكيان الصهيوني. القرارات 242 واضحة، القرار 338 واضح، مبادرة الملك فهد في قمة بيروت 2006 واضحة. نحن الآن مؤقتا نرضى بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، الضفة الغربية، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة. أما فلسطين التاريخية فتأكدوا بمشيئة الله أنها ستحرر، ولن يكون ربما في جيلنا نحن وليس في جيل أوكي. أولادنا. شكرا سيد، شكرا دكتور. أنا أعود وأقول بأن ما يشاع عن وجود خلافات في الرؤى هو كما ذكر بعض الإخوة واختلاف ربما في الأولويات. يعني إحنا الآن نواجه خطر وجودي والخطر الإيراني الذي يتمثل في وجود الحوثي في اليمن، في خاصرتنا الجنوبية، وجود حزب الله في لبنان، وجود تعاون يبدو من رؤيتنا مشبوها مع عناصر أيضا في غزة. نشعر بهذا الخطر ونتمنى ونرجو من إخوتنا العرب الذين وقفنا معهم في كل حروبهم أن يقفوا معنا أيضا في هذه الحرب الوجودية بالنسبة لنا. نحن معهم، وأنا أتكلم هنا عن المملكة العربية السعودية، وما زلنا في كل مواقفهم واحتياجاتهم، والملك سلمان أعلنها صريحة، لن نقبل إلا بما يقبل به الشعب الفلسطيني. لا نملك أصلا أن نقرر نيابة عنهم أو أن نتفاوض نيابة عنهم، هم الذين يتفاوضون وهم يقررون، ولكننا نتفق جميعا في أمة 1600 مليون مسلم على أن القدس لنا ستبقى وستظل. هذه الأراضي المقدسة هي جزء منا ومن وجداننا ومن عقائدنا، لن نتخلى عنها أبدا، وهذا وعد مني ليس فقط كخالد بطرفي ولكن كل سعودي في المملكة العربية السعودية يؤمن بما أقول. شكرا لكم. شكرا جزيلا. في النهاية يعني لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للمتحدثين والمتحدثة الكرام، وشكر جزيل لكم على الحضور والمشاركة والأسئلة. وأنا يعني بالختام بس بدي أقول ملاحظة أو ملاحظتين، يعني لن ألخص يعني كل ما دار بهذه الجلسة المهمة من أفكار، لكن واضح أن هناك يعني عمق في العلاقة الأردنية الخليجية ممتدة تاريخيا وتعددة الأبعاد، سياسيا استراتيجيا اقتصاديا إلى آخره، ويعني علاقة الأخوة موجودة يعني هي السائدة في هذا الموضوع. بالمقابل حقيقة إنه يعني البيئة كما أشرت أنا في بداية الجلسة الإقليمية والدولية تغيرت، والدول أيضا أصبحت واقعة تحت ضغوطات وتحديات يعني لم تكن موجودة في السابق، يعني في مرحلة معينة في السابق. وأنا شخصيا أعتقد أنه الاختلاف والخلافات ليست مشكلة من حيث المبدأ، الدول لها مصالح قد تختلف مع دول أخرى في أحيان معينة. اللي بحاجة إحنا إله أنا أعتقد أنه مقاربة جديدة يعني للعلاقات، الثوابت معروفة، القضايا الاستراتيجية متفق عليها، كيف نتعامل معها قد يحتاج إلى إعادة نظر، لكن أنا أعتقد أنه قد يكون هناك حاجة إلى حوارات استراتيجية يعني بين الأردن ودول الخليج مجتمعة أم منفصلة، يعني على في هذا السياق لبناء العلاقة في المرحلة القادمة وتعميق طبعا العلاقة التاريخية، ولكن بناء يعني علاقة على أسس جديدة، أسس ثابتة تقوم على احترام المصالح الوطنية، احترام الرأي الآخر، فصل الاستراتيجي عن الآني وغير ذلك من القضايا. والكلمة الآن لدكتور عرس. شكرا رئيس الجلسة. شكرا دكتور موسى، لا أريد أن ألقي كلمة ولا أن أحول بينكم وبين طعام الغداء،
بدي أشكرك على إدارة الجلسة وأشكر الإخوان المتحدثين والسيدة المتحدثة من الإمارات ابتسام الكتبي، خالد بطرفي، علي هليل، دكتور سيباستيان، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. لم يحدث شيئا لم نتوقعه بالمناسبة، كنا متوقعين أن تكون هذه الجلسة حامية. نحن مختلفون وما فيش داعي نجامل بعضنا كثيرا في هذا المعنى، نحن لسنا متفقين لا في الرؤية ولا في المقاربة، ولدينا أولويات متباينة، وهذا الموضوع نقرأه في صحافتنا وفي السوشيال ميديا وفي إعلامنا وإلى آخره. لا نريد أن نجامل بعضنا البعض، أنا بالعكس أنا رأيت أن الدخول في صلب المواضيع وتظهير المواقف كما هي بدون أي محاولة للتجميل أمر صحي في النقاش. على الأقل نريد أن نعرف يعني عن ماذا نصدر ونحن نتخذ هذه المواقف وهذه السياسات. كان كل همنا فقط هو أن يكون الخلاف في إطار الاحترام لشخوصكم الكريمة، وأن يكون في إطار تبادل الرأي في هذا المجال، حتى حين يكون الرأي في أعلى درجات التفارق. شكرا جزيلا للجميع، طعام الغداء سخن لا يزال سخن، أرجو أن لا يكون قد برد. نرجع بعد ساعة لجلسة ختامية أتوقع أنها تكون ساخنة أيضا، إيران وتركيا وروسيا، أعتقد أننا سنكون أمام جلسة ساخنة يعني ثانية في هذا المجال. تفضلوا جميعا، شكرا جزيلا.